السلام عليكم. مو ساعات نبدا عقل وساعات نبدا كل وقت وقته. تونس الكل اش قولك وشني عندك اخبار على بن علي توفى ولا؟ سامحوني في الكلمه اللي ترجع الكلب هذه خير قلت. انا عندي اخبار راقه. تونس قاعده تطلع في الروح. نظره العاصي هو واقف. اخر قلتها مخليها لنا بن علي. يعني حاجه ملي بدات الحكومه الكرتونيه هذه قلت لكم راهو لا غنوشي باهي اخر باهي توا 6 شهور. قلت نخاف في 6 شهور هذو هاو باش يعملوا باش يجيبونا واحد واحد. خرجوا ليستا فيها 48 من العائله المالكه يتمسخروا بشكون؟ المهدي مليك باش نسمي الاسامي اليوم وين؟ وينو المهدي مليك؟ أكبر قطعة أكثر من بلحسن طرابلسي. الحكومة هذه شنو هي مهام؟ تخمت في الجو وتحرق في الدوسيات تنحي في التراس. اليوم الشعب التونسي معايا 99% في الكلام هذا. قلت لكم كلمة ديكاج نهار 18 جوان ولو أنا الجزيرة مستنسى تجيب نوع آخر. جبت نوع المرة هذه نتاع طفلة عاملة كيفاه كيما كل واحدة نتاع البقرة اللي في خشمها اللي تتشد. قلت لهم والله نظن العبد اللي قالها ولا قيلتها في الانترنت. ليه العبد اللي ما عندي معاه شيء راهو. توانسة تعرف 18 جوان وخرجت قبل 18 جوان بسبعة ثمانية شهور. جاوبت فيها اسمها بالحسين قلت لها قل له ديكاجي ان بريزيدون. لا قلت لها هذاك تقول له ديكاج بدات بالكتيبه ما عندك متى. اليوم شو نقول لكم؟ الخروج الى الشارع. وقلت انه بن علي خبيث الازرق الله يرحمه ونعزيه فيه سي فؤاد المبزع اللي خدم معاه وكتب عليه كتاب 300 ورقه وسي الغنوشي اللي خدم معاه 10 سنين وما فاق بشيء وفاق بالبنك سنترال عندها 2400 مليار للعائله المالكه. قال لي انا راهي بالاقتصاد برك وما فاقش ب 2400 مليار. والله بالله العظيم السعوديه اللي يغنى منا 100 مره تفيق بهم في حاسيل وما فاقش ومش باش يفيق. ومهمته انه الشعب التونسي ما يفيقش او اللي يخطر. عاد نعزي الناس هذوما ونعزي القفافه والشعب التونسي نقول لهم احنا مسلمين ما نشموش في الميت الله يرحمه. اما نرخدوا في الليل ما عندنا حتى مشكل غدوه باش نقوم نخدم. الخدمه نتاعنا شنية نكملوا الثوره ونخرجوا ديجاجيو. ما نقول ديجاج بن علي توا ديكاجيو. بن علي خبيث قلت لكم راهو ما يحط حاشاكم كان توصل منقوبه توصل كل ديكاج. الحكومه المجلس الدومان المتحرك قالوا لي شيوخ ما بعضهم الكل فرد فارين اعضاء اللجنه المركزيه لي بي دي جي اللي تابعين اللجنه المركزيه مش كلهم ديكاج. كيفاش يجي ديكاج ما تقول يعطي الحلول؟ قلت عندي فوق من شهر واش وشهرين وقت الخماضه كامله خرجت بالغصه قلتها قصوري الفيديو عمري ما بكيت وانه جيش ياخذ الحكم لان تونس مفخره هي البلد العربي الوحيد اللي رئيس من المجتمع ما نقولش المدني على خاطر المجتمع ما يكون كان مدني هو اللي خذا الحكم وكان قائد اول للقوات المسلحه في تونس. قلت لهم يخرجوا ياخذوا نعملوا في مصر وسميوه حكومة من لي فيتيران. نقترحوا أن يكون السي محمود المستيري. محمود المستيري مصر وراه هو قال ما نحبش نتحمل المسؤولية نعرف علاش في الجو الملخبط. أما لبسوه الإنسان يحب بلاده يعطيه على آخر رمق سميوه بالمجد. ناس تقرا تكنوقراط على قاعدة مش كيما لهذا مجيبوه لي أمه من فرنسا. والله العظيم شيء يضحك. نسميوه عباد من تونس تعرف الواقع نتاع تونس ونبداو في حمل التمشيط لانه لازم القلته اللي مخليها لنا بن علي تحبوا ولا تكرهوا دوله القانون. اليوم عملوا مجلس اخر اعلن عليه بعد مجلس الفساد ومجلس متابعه التجاوزات
عملوا مجلس نتاع المجلس نتاع شنو نتاع السرقه هي اللي باش يشوفوا شكون سرق، ثم ثلاثه مجالس مع بعض تمويه. وقلت على الفلوس المسروقه يلزم طول وكاله جمهوريه عيطوا بحثوا طول تلو نبحثوا من بعد نقول باهي ولا لا. ما باش نقصر الوقت، الحكومه هذه نتاع تمويه وتمثل على الشعب وتحرق في الدوسيات باش في المهبوط. وميليشة الحزب مازالت قائمه، البارح حدوا جمعه في جربه، حتى حد ما يهدوا جامعه في جربه على خاطر يعرفوها جربه يحبوها تقوم بين المسلمين ويهود باش يقولوا هاي. وفما ناس دور سكر البلاصه هذه وسكر البلاصه هذه وسال دو سبور في قرباله معناتها حبوا يلعبوا هوند بول بنات لا سكر هذا ما عادش فاهمون الناس حب تركبها على النهضه ولا تركبها على التجمع تحاسلوا تحالفوا مع بعضهم الزوز. الكسكاتش اللي عملته كلي قلت بن علي يكلم في الغنوشي بالتليفون قالوا طارق كوميك طارق مكي كوميك ايا باش نضحك عليكم اليوم الناس اللي قالوها مش على الشعب كامله اللي زانتيليكتويل هاني باش نضحك عليكم اليوم هاو صاير. وهذا الشعب التونسي مش المسيره مليونيه مسيره متاع 10 ملايين ديجاجيو. وحقيقه الحق وقت من 17 ديسمبر كل يوم فيديو كنت نقول لكم اكبر خطر كي تقولوا بن علي ديجاج حتى انا اللي طعت بها ما تقولوش بديل هاو شجره في شر. نتمنى ونترجاكم نبوسيكم ايديكم اخرجوا قولوا ديجاجيو اما حل والحل الوحيد هو الجيش. ونعرف ان الجيش مش باش ينحي الكاسكيته باش يدخل غدوه ويحب يولي سياسي هذه انا اول واحد نعرف. ولكن خل خطر برشا عباد هكا نوعا ما يستخيلوا انفسهم التقفين كيفاش انت ديمقراط وتعيط للجيش الحربوشه اقل حربوشه مره. وانا انسان واقعي وكما تراو اليوم البلاد بانديتيزم تعرضوا لي في الحمامات وبركاوني ما حبيش نتكلم نمشي لمركز الشرطه قلت شحال نقول لك احنا نشدوا الباندي واللي مثول يجينا العرش نتاعو سايبه والشعب معاه فيقوا يرحمنا يرحمكم الله. ونعرف انه في البوليسيه ما نظفتش الكل رئيس دار هذاك تو يجي من بعد مش وقته تو حكموا العقل على العاطفه يديجاجيو هما السياسيين هذوما والرجال الاعمال اللي تسند فيهم لان السياسه فلوس. مهدي منيكا مش في الليست لا اله الا الله محمد رسول الله راهو شيء مش ينطق الواحد من اجنابه ينطق الـ ينطق الـ 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 كي تحط الله ما فينا عرسه سيمان تنطق تو ولا كل بكاء عاد هاي امريكا باش تبع السيناتور هاي فرنسا دراش خالد مرش نحبه واحد يقروا ولا يقروا لنا نقولها ونعاود نقولها. واخر كلمة على اللجان نتاع الثورة كذب في كذب يكذبوا عليكم الناس الكل. لجان الثورة اللي نستعر بها أنا وقلتها البارح في سليمان اللي هزوا الزروات وخرجوا على الحومة في الحومة فما طبيب ومثقف والعامل اليومي واللي مش قاري هذوك هم وبعدوا على السياسيين اللي يحبوا يركبوا على الحدث. ونحب نحيي جماعة سيدي بوزيد والقاصرين أي سياسي مشى لهم تلاكف رجال والله ما نجيكم فاهمكم وفاهميني انا فاهمكم وانتم فاهمين ومش سيدي بوزيد والقاصرين بورت كوميرس عندي انا لا مراجع جديد جد الخروج يوم الاثنين انتهى. الكوميديا لازم ينزل عليها الستار وحكم التوانسه ترضى به في الباهي والخايب مش كل واحد يعمل زي راسه مش بلاد هذاك اش يحب لنا بن علي كل حومه عندها حكومه والشرطة أولادنا يرجعوا يخدموا واستعذروا خليهم يخدموا مش هذايا واحد في نابل حكاوا لي دخلت مركز الشرطة شيء مغتصب طفلة شدوه جاوا العرش قالوا نحرق الواحد لا ستوب شكون وقتها نحرق مركز الشرطة إذا كان أنت تعبر على رأيك ورأي مخالف ويوقفوك أنا نحرقوا مركز الشرطة أما يوقفوا إنسان مغتصب طفلة باسم الديمقراطية والحرية هذه لعبة التجمع اللي يحبوا يدخلونا في هاوية باش البلاد تولي كما الفيلم الوسترن
يديجاجيو وراو عدم قلة الرجولية متاعهم، وراو الكذب متاعهم، وراو اللي ماخذاو حتى قرار يرضي الشعب. يديجاجيو والجيش الجيش الجيش، وراء كلمة ديجاجيو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.